نيويورك عاصمة العالم، وفيها انطلق أمريكيون من أصل لبناني وأطلقوا مهاراتهم ليثبتوا نجاحاتهم في ميادين عدة. اللبنانيون ينتشرون في معظم بلدان العالم ومنهم في الولايات المتحدة، ولكن ما لا يعرفه البعض أن قسما منهم يتربع على أعلى المراكز في العمل، وسنتعرف على قسم منهم في نيويورك. فيليب رجل أعمال ناجح وصاحب مطعم إليلي الذي اشتهر بمأكولاته اللبنانية المتميزة على الجادة المتألقة فيفث أفنيو، حيث يتذوق الأمريكيون والسياح مذاقا لبنانيا. قد التقط الام تي في فيليب في بيته الثاني الذي بناه من خشب الأرز. الأكل اللبناني بنيويورك خاصة غير عن لندن وباريس كان شوي رايح زيكزاج، يعني مش مقبول يضلوا بمستوى واطي كتير يعتبروه أكل شوارع. حبيت أنه السوق بنيويورك تدوق الأكل اللبناني مثل ما أنا بشوفه بنظريتي. للأسف جيت كان عمري 14 سنة وكنت جاي كسياحي وقت الحرب بسنة 85، وبفتكر أن أهلي كانوا أوريدي عاملين البلان أنه ما رح برجع على البلد، وتلفن لي بيي قال لي بيي ما في رجع على البلد، برجع على لبنان بس ما يكون في سبب ينرجع له. بالوقت الحاضر بالنسبة لي كل شيء اللي عم بيصير بلبنان مؤقت. هل فخور كونك لبناني؟ ما في شك، أكيد أنا بعتبر أنه كل شيء اللي بنعمله كلبنانية برات لبنان لبنان بيربح فيه. جلسة لبنانية في أحد الفنادق النيويوركية مع عدد من لبنانيين آخرين نافسوا الأمريكيين ووصلوا إلى مراكز مهمة مثل تشارلي عطية، هو قائد الشرطة في نيوجيرسي، وجوزيف سعادة أحد أهم التجار. كلهم يحلمون بالعودة إلى لبنان لكن ينتقدون الظروف الحالية في بلدهم الأم. أهلي أجوا لهون، أنا كان عمري 5 سنين جيت معهم. وهلا انت اي مركز يعني عم تشتغل بنيويورك او بنيوجيرسي؟ اشتغل من نيوجيرسي، اي ام تشيف اوف بوليس بمدينه بروسبكت بارك. وكيف توصلت على هذا المركز كلبناني عم تنافس امريكان كتار؟ I was determined. درست بالجامعه شوي، so I excelled and I moved forward وتقدمت والله رفقني كمان. جيت على امريكا بسبب الحرب بلبنان بالاول، واضطرينا نجي على مكان أأمن شوي من لبنان. لبنان تجربة، وتجربة بالوقت الحاضر صعبة طالما اللبنانية بلبنان مش عارفين مصيرهم وين. ما بعتقد بتأمل بالخير بس إن شاء الله. كلهم مستعدون لمساعدة بلدهم لبنان من حيث هم، لكن يطالبون المسؤولين فيه أن يغيروا في تفاصيل صغيرة لتحفزهم على العودة الكبيرة يوما ما.